عند احمد سعد في الناحيه اليسرى. احمد سعد يمر يرسل كره عرضيه وركله جزاء اذا للمنتخب الليبي. ركله جزاء للمنتخب الليبي اذا، يعني هذه ركله جزاء واللعيبه من الصباح في منطق شاب يقدم اداء كبير، منتخب شاب يقدم اداء عالي في هذه البطوله تماما. منتخب ليبيا اذا للمباراه النهائيه. احمد سعد يتقدم ويضع الكره في المرمى. المنتخب الليبي اذا الى نهائي البطوله العربيه التاسعه. ليبيا الى نهائي البطوله العربيه التاسعه هنا في المملكه العربيه السعوديه باخراج حامل اللقب وهو المنتخب السعودي ومستضيف هذه البطوله. اذا ريكارد والمنتخب السعودي خارج هذه البطوله وخارج اسوار هذه البطوله، حامل اللقب سيفقد لقبه في هذا العام. السعوديه اوت، ليبيا ان، ووصول المنتخب الليبي الى المنتخب المباراه النهائيه عن طريق احمد سعد. خساره بصراحه، اذا كان